هلا معكم من جمعية التكاؤن عملنا سونداج دوبينيون حول اللوحة يلي رسمها الدكتور فريد جبور. راسم اللوحة موجود معنا هلا هو بيشرحها عنا، ومبتدي هلا الفترة يلي وعدناكم فيها وهي اختيار يلي أصابوا العنوان واللي اختار منهم بالقرعة يلي رح يربح جائزة $100. دكتور جبور أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك أبونا. أنت صديق ومن مؤسسي جمعية التكاؤل. نشكرك كثير إنك قدمت اللوحة حتى نعمل عليها سونداج دوبينيون لنعرف مجتمعنا كيف يلتقوا أفكاره ببعضهم بعض. هل كل الناس مدركين وعندهم نفس الميل والإحساس نحو اللوحة اللي أنت رسمتها، أم إنه كل واحد عنده ميل يعطيها عنوان على ذوقه، ولو كانوا كلهم صبوا في هذا اللون الأحمر المسيطر على اللوحة؟ فيك تشرح لنا شو الأساس من اللوحة اللي رسمتها ونحن سوا على إلها؟ اللوحة هي صرخة في الضمير الإنساني عندما ترى الدم والأطفال والأشلاء والعالم كله يقف، إما متفرجا وإما متنكرا، عندها يحن فيك العطاء، الفكر، الإنسان، وتجد أرض غزة مغمسة بالدماء بصراخ الأمهات والأطفال وبكاء السكالة، فتجمعهم بصورة تأخذهم بمحيطهم، فتولد بأمامك لوحة نقلتها من الشعور والإحساس إلى الواقع. هذه هي اللوحة بمفهومها العام. ألف شكر الدكتور فريد. نحب نركز شوي على اللوحة من جديد حتى اللي يرجع يشوفوها الأصدقاء. أنا رح حضر رح ننتقل هلأ من بعد ما ركزنا على الصورة يسمع الدكتور فريد مني شو نحط أفكار حول هالصورة، قداش غنية وقداش مغتنوا الناس. 150 شخص أعطوا أجوبة، رح نقرأ هلأ أجوبتهم بالتسلسل.